لقد عبى الشعب بجميع مكوناته بثبات وقوة عن رغباته، وأبدع وأبهر الجميع في الداخل والخارج بسلميته وحضاريته، فكان رد النظام القائم تحديا لإرادة المواطنين ومليئا بالتناقضات والسخرية. هل يعقل أن الذي وجه رسالة الترشح هو نفس الإنسان الذي وجه رسالة 11 مارس؟ إذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بالترشح لعهدة خامسة، كيف تسمح له بالبقاء في رئاسة الجمهورية لمدة تتجاوز السنة؟ الجواب في رسالة 11 مارس كان لا لعهدة خامسة، ولكن تمديد العهدة الرابعة لأجل غير محدود. ومن هنا الواجب الوطني يفرض على كل جزائرية وجزائري الثبات في مواقفهم والاستمرار في الاحتجاج السلمي لبلوغ أهدافه. اليوم نحن مطالبون بإعداد خريطة الطريق للوصول إلى بناء جمهورية جديدة، وأنا مستعد للعمل معكم في هذا المسعى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.